السلام عليكم وأهلا بيكم في حكاية جديدة من 50 التاريخ. نصلي على النبي ونبتدي الحكاية. في بداية الثمانينات من القرن الماضي ظهر في معظم ديار الكتب في مصر كتاب يحمل اسم علي العاطفي، وكان أول مرة يفرق فيها اسم علي العاطفي للرأي العام. وقتها أثار ضجة كبيرة في مصر والدول العربية، وبدأ الكل يتساءل هل الكلام المذكور حدث أم مجرد كتاب وخلاص. وسبب الضجة إن الكتاب اتذكر فيه إن علي العاطفي هو السبب في مقتل الرئيس جمال عبد الناصر، على أساس إنه كان المدلك الخاص للرئيس ولأسرته، وتسبب في مقتله عن طريق وضع كريم مسمم تغلغل في مسام جسده ببطء أدى إلى مقتله. وده معناه إن المخابرات الإسرائيلية اخترقت منزل عبد الناصر ووصلت لفراشه. وقتها الإشاعات دي اتسببت في إثارة الرأي العام في مصر وزادت حدتها بشكل كبير جدا وقتها. الأمر اللي خلى الزعيم الصيني شيوان راي يتكلم مع أول وفد مصري زار الصين بعد وفاة جمال عبد الناصر. الوفد كان برئاسة السيد حسين الشافعي نائب رئيس الجمهورية. الزعيم الصيني قال جملة لحسين الشافعي خلاه يسجلها بعدها في مذكراته اللي نشرها. قال له: لقد كان عندكم رجلا ثروة لكنكم فرطتم فيه. وقتها فهم أعضاء الوفد المصري إن الزعيم الصيني كان يقصد طرق أمر علاج جمال عبد الناصر للسوفييت، بالأخص عشان في الوقت ده استمر الرئيس جمال عبد الناصر والفترة كبيرة يتلقى العلاج الطبيعي في مصحة تسخلطوبو السوفيتية. الكلام ده كان سنة 1966، وإن من الممكن يكون السوفييت أضافوا نوع من السموم في كريمات التدليك الخاصة بالرئيس جمال عبد الناصر. وبعد ظهور الكتاب يا صديقي تذكر الجميع تلك هذه الواقعة، وبعد الناس ما قرت الكتاب الفكرة اتغيرت والكل تيقن إن عبد الناصر قتل عمدا وليس بأيدي السوفييت، ولكن بتدبير من الموساد الإسرائيلي عن طريق عاملهم علي العاطفي. في الوقت ده أفاضت جميع الصحف بالخبر، وأثار الحديث شغف جميع العرب في كل البلدان. والسؤال ساعتها اللي كان ثائر شغف جميع الناس اللي قرت الكتاب هو: من المتسبب في مقتل جمال عبد الناصر؟ ومن هو أصلا علي العاطفي؟ فضلت وقتها الإشاعات رائجة، يصدقها البعض ويكذبها البعض الآخر، حتى تولى الرد الحاسم السيد سامي شرف مدير مكتب عبد الناصر بنفسه، وكان وقتها وزير شؤون رئاسة الجمهورية. وقتها أنهى الجدال المثار ونشر على لسانه في العدد رقم 1085 الصادر في 9 ديسمبر 2004 بجريدة الوفد. ذكر في النشر إن العاطفي لم يتعامل مع عبد الناصر بأي شكل سواء مباشر أو غير مباشر. وقدر بالفعل سامي شرف يثبت إن اسم العاطفي لم يدرج أصلا في سجلات الزيارات الخاصة بالرئيس وبرئاسة الجمهورية. ثم بعدها تصدت أقلام أخرى وضحضت بما جاء في الكتاب المجهول، منسوبا إلى إن العاطفي واتهامه بمقتل جمال عبد الناصر أثناء أصلا وجوده في السجن. واتضح إن العاطفي اتجند في الموساد بعد موت جمال عبد الناصر بفترة وجيزة، بالإضافة طبعا إلى عدم وجود اسم العاطفي في سجلات الزيارات الخاصة بالرئيس زي ما سبق وقلنا. كذلك قد خلت أوراق القضية رقم 4 لسنة 79 من وجود أي علاقة تربط بين العاطفي والرئيس جمال عبد الناصر. طيب فين الحقيقة وأصل الحكاية؟ الحكاية صديقي ابتدت سنة 1922 لما اتولد الطفل علي العاطفي بحي السيدة زينب بالقاهرة. علي تدرج في التعليم حتى حصل على الشهادة الإعدادية، وبعدها لم يكمل دراسته بعد. علي العاطفي اشتغل في بداية حياته شغلانات شاقة جدا، زيه على سبيل المثال اشتغل صبي بقال، وبعدها صبي في فرن مخبز عربي، وبعدها عامل توصيل طلبات في صيدلية.
بعدها دخل في مجال التدليك بعد ما اتعرف على صيدلي ممارس لمهنة العلاج الطبيعي. بعدها لقى فرصة واشتغل مع مساعد مدلك إيطالي، واستمر مع المدلك الإيطالي لفترة كبيرة. في الوقت ده مهنة التدليك كانت مقتصرة على الطبقات الأريستقراطية، وبعد ما قامت ثورة 52 ومع رحيل أغلب الأجانب عن مصر، وجد علي العطفي الفرصة أمامه ليكون واحد من أشهر المدلكين في مصر، حيث أطلق على نفسه خبير للعلاج الطبيعي، وكان المصطلح ده وقتها حديث في مصر. بعدها تردد اسمه واتشهر لحد ما الحكومة المصرية أدركت اسمه ضمن الواقع عليهم الاختيار للسفر لأمريكا لتحضير الدكتوراه في العلاج الطبيعي. وقتها بقى علي العطفي لقى نفسه وقع في ورطة، ازاي هيسافر وهو أصلا لا يحمل من المؤهلات العلمية سوى الشهادة الإعدادية. وبعد حكاية كبيرة استطاع الحصول على الدكتوراه المزيفة بمساعدة ضابط الموساد في السفارة الإسرائيلية في أمستردام. بعد ما استقر علي العطفي وعاش فترة في هولندا، تزوج وحصل على الجنسية الهولندية وقعد هناك، ويوم ما قرر يرجع مصر أصبح هناك مبرر لسفرياته الكثيرة اللي كانت عبارة عن ستار لنشاطه التجسسي. ارتبط العطفي بحكم مهنته بشبكة علاقات قوية بكبار المسؤولين في مصر ورجال الأعمال والطبقات الأريستقراطية من المصريين والمتبقي من الأجانب، وكان في مقدمة أصدقائه السيد كمال حسن علي، أحد من تولوا رئاسة جهاز المخابرات العامة المصرية ورئاسة الوزراء في مصر من بعد، وكمان كان صديق للسيد عثمان أحمد عثمان صديق الرئيس السادات وصاحب أكبر شركة للمقاولات في مصر وقتها ولحد الآن. كشفت التحقيقات اللي أجريت مع علي العطفي إنه برغبته سعى بنفسه للعمل مع المخابرات الإسرائيلية عن طريق سفارتهم في هولندا، واتضح لرجال الموساد إن علي العطفي شخص ملوش عزيز وصديقه الوحيد في الدنيا هو المال، وملوش أي انتماء لوطنه ومجرد من جميع المبادئ والأخلاق والوطنية. بعد الموافقة على تجنيد العطفي عميل لصالح الموساد، تواصلوا معاه عن طريق أحد عملاء الموساد المزروع في القاهرة، وطلبوا منه سرعة السفر لأمستردام. وبعد ما وصل بعد 4 أيام من وجوده في أمستردام، وهو أصلا ما يعرفش إيه سبب إنهم يطلبوه ومين أصلا اللي هيقابله، فضل يتجول في شوارع أمستردام واستقر في حديقة من حدائق أمستردام. وأثناء تجوله اصطدم بفتاة فاتنة الجمال. البنت دي امتثلت إن هي هتقع على الأرض ومحتاجة مساعدته، ولما حاول مساعدتها سمعها بتناديه باسمه وطلبت منه يقرأ الورقة اللي وضعتها في جيب الجاكيت بتاعه من دون أن يشعر. وبعدها بثواني اختفت البنت دي بنفس المفاجأة اللي ظهرت له بيها، ولم يجد لها أي أثر، ومفيش في إيده غير إنه يقرأ الورقة المكتوبة عشان يفهم المطلوب منه في نفس اللحظة. كان مكتوب له في الورقة إنه يذهب لشارع وينتظر في أوله على ساعة معينة من الوقت، ولما راح في العنوان والميعاد المطلوب لقى سيارة سودا من طراز فخم جدا وبيها سائق بيطلب منه الركوب بكل سرعة. وبمجرد ما ركب السيارة واتحركت، فوجئ إن الفتاة اللي امتثلت إن هي هتقع وخبطت فيه هي اللي أعطته الورقة، هي اللي مستنياه داخل السيارة. المهم، وبعد ما اتفاجئ إن الفتاة موجودة بالسيارة، حاول وقتها يسألها أنتوا مين وإحنا رايحين على فين، ولكن ما لقاش منها أي رد مفيد. وفجأة تقف السيارة بعلي العطفي ومعه تلك الفتاة أمام إحدى البنايات التابعة للموساد الإسرائيلي. المهم، نزل من السيارة ويتلقى ترحيبا كبيرا في انتظاره. ذهبوا بجواره الفتاة بين ردهات عدة حتى وصل إلى حجرة ذات تجهيزات خاصة تشبه حجرات التحقيق والاستجواب.
المهم الغرفة دي كان فيها شخص في استقباله، الشخص ده ملامحه مصرية جدا، وقف يستقبله مبتسما وقائلا: إيلي برغمان، ضابط الموساد المكلف بك يا صديقي العزيز. وبدأ يتناقش معاه بشكل لطيف ويقول له: أنا اتولدت وعشت في بداية شبابي في القاهرة، وتربيت في حواري للقاهرة، وتعلمت في بعض المدارس في القاهرة لحد المرحلة الإعدادية، ثم هاجرت إلى إسرائيل مع أسرتي. كان قرار صعب بس كان الأفضل وقتها، وأجمل أيام قضيتها في شوارع القاهرة على كورنيش النيل وفي معظم الأزقة الشعبية بالقاهرة. ومن أحب الأماكن لقلبي يا صديقي العزيز الأهرامات والجيزة والأثريات في المتاحف وميادين القاهرة. بعدها بدأ برغمان يتفق مع علي على تفاصيل العمل، فأخبره برغمان بأنه سيخضع لدورات تدريبية مكثفة، وده لضمان تمكنه من تنفيذ أي مهمة يتكلف بها منهم. واتفق معاه أيضا على المقابل المادي نظير خدماته لصالح الموساد. وأول الاختبارات عرضوا علي على جهاز كشف الكذب قبل تدريبه وتكليفه بالمطلوب منه. البرنامج التدريبي كان هدفه أن العطف يكون فراز وقائد لشبكة جاسوسية تخترق المجال الطبي في مصر، ومش في مجال التدليك بس، لأ في جميع التخصصات الطبية. وقتها اتدرب علي العطفي على استخدام أجهزة الإرسال والاستقبال بالشفرة وتصوير المستندات بكاميرات صغيرة ودقيقة جدا، وطبعا استخدام الحبر السري والتأهيل النفسي والمعنوي للتعامل مع المجتمع بوضعه الجديد، وضعه الجديد اللي هو حاصل فيه على الدكتوراه في العلاج الطبيعي، حتى أصبح علي العطفي مؤهلا تماما للقيام بالعمليات التجسسية. وطبعا ده لصالح الموساد الإسرائيلي، وكل ده يا صديقي ضد مصر. ضابط الموساد برغمان كان بينظر للعطفي نظرة طموحة جدا، وشايف فيه فرصة ذهبية تستحق انتهازها، فقرر انه يطرح فكرته الخبيثة على رئيس الموساد. وفي اجتماع خاص جمع اكفأ ضباط الموساد وكبار قيادات اسرائيل، وجلس الضابط برغمان واخرج من حقيبته عدة ملفات، سلم لكل شخص من اعضاء الاجتماع نسخة من الملفات، وبدأ يطرح الفكرة الشيطانية لخطة استغلال مهنة العطفي. قال لهم: الدكتور العطفي متخصص في مجال التدليك، والمجال ده يعتبر من أحدث التخصصات الطبية في مصر، وقلة عدد الأطباء في التخصص ده في مصر هيأهل فرصة كبيرة للعطفي للتميز في مجال العلاج الطبيعي، وبالشكل ده هيحتاج شهادة علمية يعترف من خلالها إظهار شخصيته الجديدة في مصر. بعدها يقدر يخترق أي مؤسسة أو إغراء أي مسؤول في مصر، والمطلوب مننا مساعدته بأحدث الأدوية والكريمات الطبية. وبعد نزول مصر وإشهار أنه متخصص في مجال العلاج الطبيعي والتدليك، نعمل عدة دعوات لمؤتمرات علمية دولية في التخصص ده، ونمول حملة دعائية عالمية عن علي العطفي وأنه دكتور في العلاج الطبيعي في مصر. والهدف من كل ده هو إعجاب وثقة الشخصيات المهمة في مصر بعلي العطفي وأصحاب المراكز العليا في الدولة المصرية، ليصبح قريب من معاقل صناع القرار. بعدها هيبقى العطفي مؤهل للحصول للهدف الرئيسي من كل ده، والهدف الرئيسي إن السادات يعتمد عليه ضمن فريقه الطبي ويصبح المدلك الخاص بالرئيس السادات. وفي الوقت ده ليه ما نحاولش نسعى ونأهل العطفي يكون هو عين الموساد داخل الرئاسة المصرية؟ ووسط سكوت جميع القيادات وهم ينصتون للفكرة الشيطانية، قال لهم: الفكرة دي محتاجة مجهود كبير ووقت طويل جدا، ولكن النتيجة هتكون اختراق مؤسسة الرئاسة المصرية ونقل جميع تفاصيل حياة الرئيس السادات بالكامل للموساد وبكل سهولة. أعجب رئيس الموساد والقادة بفكرة الضابط برغمان، وطلب رئيس الموساد منهم إبداء الرأي على تلك الفكرة الذهبية،
وخلال بضع ساعات تبادلت الآراء بين الحاضرين من القادة، وقرروا في نهاية الأمر الموافقة على فكرة برغمان، ويتحدد سفر العاطفي لهولندا لبدء تجهيزه للمهمة الجديدة واللي أطلق عليها عنوان المهمة المستحيلة. وبعد عودته من هولندا لمصر، اجتمع مع مندوب الموساد وسلمه أدوات تساعده في النشاط التجسسي. سلمه زجاجة محتوي على الحبر السري وشفرة خاصة بيه وجهاز إرسال واستقبال وكاميرا صغيرة دقيقة جدا. علي العاطفي في البداية ما كانش يعرف إن الضابط برغمان رسم له خطة لاستخدام مجاله الطبي للتجسس، كان مفكر إنه هيشتغل جاسوس زي أي جاسوس تقليدي، وفي كل مرة كان بيسافر هولندا كان بيتدرب في أكبر المستشفيات ومراكز التدليك هناك لحد ما تمكن وأصبح خبير في مجال التدليك، وبدأ يستقبل دعوات من جامعات أوروبية ليحاضر فيها بنفسه في التخصص ده، وأصبح لامع أمام الصحف المصرية والأجنبية لإجراء حوارات معه في تخصص التدليك والعلاج الطبيعي. وكل ده ما هو إلا سيناريو منصوص من أجل أن ينال الإعجاب ليكون مدلك الرئيس السادات. في الوقت ده الموساد ساعده أنه يفتتح أول معهد للعلاج الطبيعي في مصر، ونال العاطفي الخيار الأصوب أنه يكون أول عميد لمعهد العلاج الطبيعي. وبعد ما علي العاطفي استلم وظيفته الجديدة وهي عميد لمعهد العلاج الطبيعي في مصر، وأثناء وجوده في مكتبه فوجئ بمكالمة من مكتب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وبيطلب منه إحضاره على وجه السرعة. حضر بالفعل بديوان رئاسة الجمهورية وتم تكليفه وتم المراد المخطط له من الضابط برغمان. وقتها خرج العاطفي من المقابلة وما كانش مصدق أنه أصبح ضمن الفريق الطبي لرئيس الجمهورية. وقتها تخصصت له سيارة من رئاسة الجمهورية مخصوص تبقى تحت أمره، تاخده كل يوم الصبح من بيته بحي الزمالك واتجه لمكان تواجد الرئيس السادات في أي من القصور الرئاسية المتعددة. علي العاطفي امتد عمله إلى جميع أفراد أسرة الرئيس وأصبح مقرب جدا من السادات ومن أسرته. العاطفي كان يعتبر مقرب جدا من السادات بطبيعة عمله المدلق الخاص به، وتدريجيا اتسعت نفوذه وزادت صلاحياته في البلد لحد ما وصل الأمر من أهميته كان بيتفتح له قاعد كبار الزوار بمطار القاهرة، وبالتالي واحد بالوضع ده وبالمكانة دي في مصر يستحيل إنه يتفتش بأي شكل من الأشكال، وده اللي سهل له الفرصة بدخول وخروج أي من الأشياء المساعدة لنشاطه التجسسي. خلال تلك الفترة دي لم يدخر العاطفي وسعا في إمداد الموساد بكل ما يتيح أمامه من معلومات، وشمل ذلك كل ما يدور في القصر الجمهوري من مقابلات وحوارات. بعدها اطمن علي العاطفي تماما ان من المستحيل كشف امره، وبدأ يتخلى عن حرصه الشديد اللي كان ملازمه من انه مدلك رئيس مصر وجاسوس لصالح الموساد بنفس الوقت. وبعد ما كان بيطوف جميع احياء القاهرة بل واغلبية مدن مصر بسيارته، وكل ده بمقابل ايه؟ عشان يحط خطاباته المرسلة للموساد. وبعد ما كان بيحط مراسلاته ومكاتباته بصناديق مختلفة بأماكن مختلفة من أجل التمويه وعدم كشف أمره، أهمل الحرص الشديد وبدأ يحط المكاتبات والتقرير في أي صندوق بالقرب منه حسب بقى ما يتواجد بالقرب منه، جنب بيته، جنب شغله، على سكته، أي صندوق من صناديق البريد بدأ يكتب مراسلاته وتقريره ويحطه في صندوق البريد عادي، الأمر اللي خلى الناس تكشفه بكل سهولة. وبدأت بعدها سفرياته تزيد لخارج مصر بحجج مختلفة، وبعد ما كان بيختم جواز سفره بتأشيرات مزورة لبلاد لم يقم بزيارتها أصبح لا يهتم بذلك، ويخرج من مصر ويدخل وفي حقيبة يده ما يدينه بالتجسس. وتخليه عن حرصه كان سبب رئيسي لكشف أمره. وفي آخر زيارة له لمدينة أمستردام كان في مؤتمر طبي هناك، وصلت بيه الجرأة إنه يتوجه لمقر السفارة الإسرائيلية أكتر من مرة،
والوقت ده كان يعتبر علي العاطفي من الشخصيات العامة والمعروفة في المجتمع المصري. رصدته ساعتها عيون المخابرات العامة المصرية، وتم تصويره وهو مع أحد ضباط الموساد. اتصور بصحبة عدد من رجالة الموساد المعروفين لضباط المخابرات المصرية، وفي نفس اليوم يا صديقي العزيز تم إرسال الصور بتقرير عنه لجهاز المخابرات المصرية في القاهرة. ضباط المخابرات كانوا في حيرة شديدة جدا بسبب تأكدهم من وجود جاسوس مجهول في مكان حساس في مصر، بس المخابرات المصرية كانت متأكدة إن الجاسوس المجهول بينقل لإسرائيل معلومات وأسرار دقيقة جدا عن شؤون رئاسة الجمهورية، بس مين هو ما يعرفوش، لدرجة إنه كان بينقل أسرار دقيقة جدا عن حياة الرئيس الخاصة، لدرجة إن المخابرات العامة خصصت ملف في المخابرات المصرية باسم الجاسوس المجهول، وبتشير فيه بياناته إنه قريب جدا من دائرة صناع القرار السياسي، فهو يبلغ إسرائيل أول بأول كل تحركات الرئيس السادات. تسلم وقتها الملف العميد محمد نسيم الشهير بنسيم قلب الأسد، اللي قام بتجسيد دوره أحد الفنانين في مسلسل رأفت الجهجان. نسيم كان من أكفأ ضباط جهاز المخابرات المصرية على مدى التاريخ، وبعد ما الضابط محمد نسيم تسلم الملف بدأ نسيم بتحرياته المكثفة للكشف عن سر الجاسوس المجهول. وبعد ما كشفت رجالة المخابرات عن الجاسوس عن إن العاطفي بيذهب للسفارة الإسرائيلية في أمستردام، وهنا جت اللحظة اللي تواجه المخابرات العامة المصرية بمشكلة كبيرة جدا، وهي إن العاطفي من الشخصيات المعروفة في البلد وله وظيفة رسمية بالديوان الجمهوري. بدأوا يصوروه وهو جالس مع أحد الضباط بالموساد في أمستردام في السفارة وخارج السفارة في مرات أخرى، وتم تقديم ملف كامل للمخابرات بتقرير عن تحركات علي عاطفي في أمستردام مع ضباط الموساد. الملف كان مرفق بصور بتفيد إنه بيجتمع مع أشخاص يعملون ضباط للكيان الصهيوني. في البداية شك الرئيس السادات في صحة المعلومات اللي قدمها له رئيس المخابرات المصرية، ولما الرئيس السادات سأل رئيس المخابرات مين الضابط المسؤول عن هذا الملف وعلم إنه العميد محمد نسيم، صدق كل اللي موجود في الملف، وده لثقته الشديدة في الضابط محمد نسيم. وقتها الرئيس السادات أمر رئيس المخابرات أيضا بإعطاء الملف درجة شديد السرية، وهي أعلى درجات التصنيف المخابراتي، وصدرت أوامر بالقبض على الجاسوس علي العاطفي. وفي سنة 1979 ذهبت مأمورية مكبرة من رجال المخابرات المصرية إلى منزل علي العاطفي بالزمالك بعد ترتيب موعد معه على اعتبار أنهم صحفيين من مجلة آخر ساعة، واقتحم رجالة المخابرات المصرية المنزل لمواجهة علي العاطفي بتهمة التجسس، فتصنع الذهول والإنكار وبدأ بتهديد العميد محمد نسيم شخصيا. وقتها علي العاطفي هدد العميد محمد نسيم وحذره من نتيجة ما يفعله، وإنه هيقوم بإخبار رئيس الجمهورية بكل اللي بيحصل معاه. العميد نسيم قال للعاطفي إن الإجراءات المخابراتية لا أحد يستطيع أن يوقفها ولا حتى رئيس الجمهورية، وإن أصلا الرئيس السادات على علم تام بكل ما يحدث مع علي العاطفي. وقتها أخرج له صور مع ضابط الموساد أمام السفارة الإسرائيلية في هولندا. علي العاطفي أول ما شاف صوره مع ضباط الموساد في أمستردام انهار على الفور، وتم القبض عليه وإرساله لمقر المخابرات العامة بالقاهرة، وده طبعا لاستكمال التحقيقات. وتم إحالة علي العاطفي للمحاكمة وتم إصدار الحكم عليه بالإعدام شنقا، لكن الرئيس السادات وقتها اتدخل ليخفف الحكم عنه إلى الأشغال الشاقة لمدة 15 سنة. وقام الابن الأكبر لعلي العاطفي بنشر إعلان مدفوع في الصحف المصرية يعلن فيه لشعب مصر إنه بيتبرأ من والده ويستنكر خيانته لمصر. وفي سنة 1990 توفى علي العاطفي في السجن قبل قضاء مدة العقوبة بالكامل. وقتها أسرته رفضت استلام الجثمان وتم دفنه بمقابر الصدقة، وتنتهي قضية علي العاطفي من البداية للنهاية. يا ترى عجبتك الحكاية أو سردي للحديث عجبك؟
لو عجبك ما تستخسرش فينا اللايك والكومنت، ولو عايزني أحكي لك أي حكاية عن أي جاسوس على مر التاريخ سواء من مصر أو من خارج مصر سيب لي اسمه في الكومنتات، وإن شاء الله هعمل لك حلقة شيقة جدا لمجرد إن ده طلبك. أستودعكم في رعاية الله، وأتمنى لكم حديث شيق وسرد ممتع في أي حكاية أنا بحكيها لكم. مع السلامة.